مساكم الله بالخير والعافية، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع الرياضي. بالتأكيد ما زلنا متواصلين معكم أحبة المشاهدين في متابعة أهم أحداث الساحة الرياضية، واليوم راح نسلط الضوء على العديد من المحاور والملفات الهامة. بداية راح نتحدث في الملف الأول عن إقالات واستقالات المدربين لأندية دوري الكرة الممتاز، وفي ظاهرة غريبة من نوعها تحدث هذا الموسم قبل انطلاق الدوري. تم التعاقد مع مدربين، منهم من تعاقد أول يوم واستقال ثاني يوم، أعلن استقالته مثل الكابتن حكيم شاكر، ومنهم من بدأ برحلة الاستعداد بالفريق وفي مجرد مباراة واحدة استقال مثل حالة الكابتن راضي شنيشل. إضافة إلى ذلك راح نتحدث عن موضوع الكابتن علي عبد الغني شهد والرحلة الجديدة للبحث عن لاعبين للمنتخب الأولمبي. شنو السبب؟ احنا تحدثنا اكثر من مره قلنا لاعبين اعمارهم مزوره غير حقيقيه يا كابتن عبد الغني شهد، تحدى الاعلام لاكثر من مره، واليوم ظهرت الحقيقه والرجل بدا في رحله راح يبديها في كردستان وبعد ذلك في اوروبا. قبل هذه المحاور الهامه ايضا راح نتحدث عن مقررات اتحاد الكره اللي صدرت يوم امس، ولكن قبل ذلك دعوني أرحب بضيف البرنامج الصحفي المميز والجريء الأستاذ حسن صاحب. أهلا وسهلا بك. مساء الخير عليك أستاذ وعلى مشاهدي برنامجك الأسبوع الرياضي. مسرورين بحضورك وتلبيتك دعوتنا، وهو الحضور الأول لبرنامج الأسبوع الرياضي. نتمنى أن تتواصل معنا دوم إن شاء الله، لأنك في قلب الحدث دائما. الله يسلمك. الله يبارك فيك أستاذ. أستاذ، مثل ما نوهت للجماهير الرياضية، خلينا نبدأ من مقررات اتحاد الكرة يوم أمس. القرار الأول تسمية المدرب فيصل عزيز مدربا لمنتخب الناشئين، أما الكادر المساعد يقول راح يتم مناقشته مع لجنة المنتخبات. رأيك؟ طبعا أعتقد يعني لا خلاف على يعني تسمية المدرب فيصل عزيز نعم. لمنتخب الناشئين، مدرب نعم. يعني عمل كثير ومدرب معروف ولاعب معروف أيضا، لكن هنا اشكل على موضوع اخر، وهو ان يعني اختيار المساعدين من نعم. قبل لجنه المنتخبات، اعتقد لجنه المنتخبات غير معنيه نعم بتسميه المساعدين للمدرب فيصل عزيز. نعم. هذا الموضوع مصلب المدرب، هو من يختار الكادر المساعد. لكن استاذ يعني هم من سموا المدرب اذا كانوا جالسين مع لجنه المنتخبات كان حددوا المساعدين، هذا ايش يعني لك القرار؟ القرار انه دون اخذ موافقه لجنه المنتخبات صيغه هذا القرار. يبدو وهذا متفقين او مسمين الكابتن فيصل عزيز قبل ان تقعد لجنه المنتخبات. احنا ما عندنا اي مؤشرات على الكابتن رغم النتائج السلبيه اللي حثت اخيرا للمنتخب الناشئين اللي كان ما مستعد، لكن حيهم كانوا اعمار حقيقيه، نتمنى المشاركات المقبله مستوى افضل، مواهب كثيره يقدمونه. بالضبط، يعني كما قلت فيصل عزيز من المدربين اسم كبير واسم كبير، لكن كما قلت يبدو الاتحاد كره القدم تم تسميه المدرب قبل الجلوس مع لجنه المنتخبات، واعتقد على لجنه المنتخبات ليس من 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 واجبها او ليس من صلب موضوعها تسميه مساعدين للمدرب فيصل عزيز، وانما هذا الامر متروك للمدرب فيصل عزيز، هو من يختار المساعدين اللي يعتقد بانهم خير عون له في مهمته المقبله. نعم. القرار الثاني الاعتذار رسميا على الانضمام لاتحاد جنوب غرب اسيا، شنو الموضوع؟ شو بالبدايه قالوا راح نشترك وكذا؟ يبدو هذا الموضوع تقف وراء اغراض اخرى. نعم. خلينا نسميها، لان اتحاد كره القدم في البدايه اعلن موافقته على الانضمام على هذا الاتحاد. نعم. لكن فيما بعد صرح بان الاتحاد غير معني. نعم. ولا ينضم لهذا الاتحاد لاسباب اعتقد يعني هي بها نوع من ضرب الاخر يعني. نعم. بهذا الموضوع نقدر نوضح اكثر للجمهور الرياضي، نوضح اقل يعني لاغراض سياسيه لعزل دوله معينه على حساب دوله اخرى. نعم. فهو هذا الجانب اعتقد اتحاد كره القدم يتسرع في اتخاذ القرارات. نعم. طيب ليش هذا التسرع ثم يتراجع؟ هذا التراجع نابع من عدم ادراك ووعي وقراءه المستقبل.
يعني نقول فد موضوع يعني قراءة خاطئة نقدر نقول غياب المهنية بالضبط وغياب المهنية وقراءة خاطئة لما يدور في الساحة العربية الكروية العربية أو المحيطة. لذلك دائما قراءات اتحاد كرة القدم لا تنسجم لا تنسجم مع متطلبات كرة القدم العراقية. احنا علينا أن أولا على اتحاد كرة القدم أن ينظر بعين الاعتبار مصلحة الكرة العراقية أولا وأخيرا بعيدا عن الضد والمعه بما محيطنا العربي والخليجي. نعم. لذلك اتحاد كرة القدم أن يكون دائما يعني يشخص الأشياء في محترف محترف إرادة الاحترافية إرادة الاحترافية في عمله يحتاج إلى قراءة الآخر يحتاج إلى قراءة الوضع بشكل صحيح من أجل مصلحة الكرة العراقية وليس من مصلحة أشخاص ولا دول. صحيح أن أحيانا مطالبين بأن نكون دبلوماسيين مع الآخر لكن مو على لكن ليس على حساب كرة القدم العراقية. أكيد سعد. القرار الثالث تسمية طارق أحمد رئيس لجنة الحكام شنو سموه وش تتوقع؟ أمين سر مساعد. أمين سر مساعد شنو برأيك؟ يبدو يعني حسب ما سمعت او قرات او تابعت بعد الاطاحه بالاخ والصديق طبعا طارق احمد طبعا دعني اعيد للانتخابات الاسماء التي غادرت خلال الانتخابات الثلاث الاسماء اللي هم الاخ طارق احمد والاخ كاظم سلطان ابو شوقي والاستاذ الكبير الجليل محمد جواد صاد هذه الاسماء من أهم الأسماء في اتحاد كرة القدم لها باع كبير لها باع طويل شخصيات معروفة كانت مؤثرة في المشهد الكروي العراقي لكن الخطة أو الخبطة اللي صارت داخل القاعة أبعدت هذه الأسماء وجاءت أنت تقول الإطاحة يعني أكو اتفاقات طبعا هناك ضرب خلينا نقول من تحت الحزام من تحت الحزام كانت هناك اتفاقات داخل القاعة آنيا آنيا وأطاحت بهذه الأسماء الثلاثة وهي أسماء مهمة يشهد لها التاريخ الكروي العراقي على الرغم من بعض الملاحظات التي كانت على الأستاذ طارق أحمد في لجنة الحكام لكن الأخ طارق أحمد من الأسماء المعروفة حكم دولي معروف ولا باع بالإدارة كبير الآن عودته إلى الأمين السري المساعد شو توصفها؟ يعني أوصفها طبعا ألا أريد أكون قاسي بالطرح لكن بعد ما لوح بالتهديدات بكشف ملفات فساد إداري ومالي ضد اتحاد كرة القدم عاد بقرار اتحاد كرة القدم طبعاً. من يملك اليوم برأيك يعني خلينا نتحدث بصراحة مو فقط عن شخص سيد طارق أحمد من يملك ملفات فساد ويهدد وما يظهرها شنو رأيك؟ طبعا هو مشارك بالجريمة أكيد مو؟ طبعا يعني الآن للأسف الشديد يعني ما يدور في المفصل الرياضي العراقي بمشهد الرياضي العراقي برمته يعني لا يختلف اطلاقا عن مفاصل الحياه العراقيه بشكلها العام وهذه مشكله حقيقيه كنا نتمنى احنا ان يكون المشهد الرياضي العراقي او المنظومه العراقيه ان تكون يعني صافيه نقيه في تعاملاتها ان لا تدخل فيها اطراف معينه بالضد والمع وبالتالي هذا اللي حدث الان بعد 2003 يعني بين قوسين خلينا نقول اليوم ترضي يا طارق احمد لا اكثر بالضبط صراحه عودة الترضية ترضي الاربعه الموافقه على مشروع احمد راضي بشكل كامل شوف هاي كلمه بشكل كامل يعني يحتاج لها عمل بالضبط انا سمعت يعني من خلال متابعات ان الاخ الكابتن احمد راضي جاء بمشروع متكامل علمي وعملي يخدم مستقبل الكرة العراقية للسنوات المقبلة خاصة مشاركتنا في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وأعتقد هذا الملف مهم جدا إذا ما أخذ بنظر الاعتبار إذا ما توفرت الإمكانيات المادية لهذا المشروع وإذا ما توفرت النية الصادقة للاتحاد كرة القدم في تطبيق هذا المشروع لأنه من أحمد راضي عذر المقاطعة لأحمد راضي يعني من يقول لك يعني هنا الموافقة حتى ما مشروطة شو يوحي لك إنه لا قايل لك بشرط وجود التخصيصات المالية شو يوحي لك هذا راح يتنفذ راح يشاهد النور هذا الملف لا يعني واضح يمكن طرحي يعني حقيقة واضح احنا نتمنى حقيقة أن يتنفذ على المشروع لأنه يخدم الكرة العراقية لكن وخاصة كما قلت من أحمد راضي هذا القبول يعني سلاح ذو حدين أما هذا المشروع
راح يكون في طي النشان. نعم. وهذا ما لا نتمناه حقيقة. يعني تقصد حال مطالب المتظاهرين، حال الملفات الأخرى. وقال أمس كابتن أحمد راضي في أحد البرامج الرياضية، قال هذا المشروع يحتاج له إلى إمكانيات مادية، والاتحاد ما مشترط حتى إمكانيات مادية. معناتها ما أعرف الاتحاد كيف فكر، يعني اشترط وقبل على هذا المشروع بدون توفير الأموال لهذا المشروع. تعرف يعني أكاديمية أحمد راضي، من خلال كلام البحث كابتن أحمد راضي قال نحتاج إلى أكاديمية خاصة لهذا المشروع، وملاعب خاصة بناء أكاديمية وملاعب خاصة عن طريق الشركات. كابتن الأندية ما تملك الملاعب بالضبط، لكن هذا المشروع انت اشتغلت مدير مكتب الإعلام بالجوية وطلعت والجوية ما عنده ملعب نظامي يا أستاذ، بالضبط. وين الأكاديميات؟ وين الملاعب؟ ما عندهم ملعب، لكن احنا الأمنيات شكل والواقع الحال شكل. نعم. انا اعتقد أحمد راضي جاي يعمل على الرغم من سياسة التهميش والإقصاء اللي تعرض لها. نعم. لكن الرجل جاي بهذا الملف، وهو نوه البارحة من خلال البرنامج. نعم. نوه لأن هو يعني نوه إلى شركة ممكن أو مستثمر. نعم. يعني لهذا المشروع. نعم. وتعرف إحنا الاستثمار عندنا لحد الآن الدولة، أعتقد مشروع استثمار رياضي حتى الآن الدولة ما عندها نية بهذا الاتجاه الاستثمار الأندية، وبدليل أندية الجوية لحد الآن متوقف مشروعهم والطلبة وكذلك نادي الشرطة. غياب المهنية وغياب المهنية. يعني ما أعرف حقيقة هذا المشروع مهم وحيوي إذا ما رأى النور إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. مو مثل غيره يندثر. إن شاء الله. أحمد راضي قال بها عندنا فلوس هواية. يا الله. عند الدولة يقصد، مو عنده عبالي هو يتبنى المشروع. لا ما عنده ذي الشيء. كابتن القرار الآخر، أنت صحفي رياضي وريد ردك الصريح عليه، يقول منع أعضاء الاتحاد من الظهور في البرامج التلفزيونية. هذا القرار يثير أكثر من علامة استفهام اليوم. نعم. اليوم من ينثار شيء بالشارع الرياضي، نريد نناقش احنا كإعلام مرئي، خلينا نقول مع المعنيين وامام الجماهير الرياضيه، شنو السبب برايك؟ يعني اعتقد هذا القرار او من ضمن قرارات اتحاد كره القدم، يعني اعتقد هذا القرار يعني يحمد في طياته الغموض والكتمان. نعم. واعتقد ما راح يمكن اتحاد كره القدم السيطره عليه في ظل تعدد وسائل الاعلام والفضائيات. نعم. لان حتى لو خول الناطق الإعلامي لاتحاد كرة القدم للرد ما مصرحين هسه ما ضاي فيها ولا ضاي فيها، نفترض لا يستطيع أن يغطي كل مشاكل اتحاد كرة القدم. زين شنو احنا نحجز الناطق الإعلامي قبل شهر، هو الحدث سريع بالضبط. هذا القرار اعتقد هذا قرار لا ليش انطوه برأيك هذا القرار صراحة؟ لأن تورطوا. نعم. في الظهور اي في لقاءات سابقه اتحاد كره القدم، بعض اعضاء اتحاد كره القدم ورطوهم بعض الاعلاميين في قضايا مهمه جدا. نعم. اي فلذلك هذا القرار اتخذ على هذا الاساس حتى لا يقعون في مطبات. نعم. كبيره. نعم. يعني في موضوعات التجوير، في موضوعات الانتخابات التي جرت هناك بعض اليوم الإعلام. انت راح تبتعد عن الاعلام. نعم. اليوم تبتعد عن الاعلام. اليوم انا بدل ما استضيف عضو اتحاد كره وهو طرف في قضية أو في مشكلة، راح أستضيف الطرف الثاني. بالضبط. هو هذا يعني قرار أعتقد لا يخدم اتحاد كرة القدم إطلاقا. نعم. خلي يفتحون على آخرين، خلي يفتحون على وسائل الإعلام المختلفة، خلي يتحدثون بأريحية، لكن من دون الوقوع في مطبات بدون سابقة. التشنجات. بعدين احنا اليوم نبحث عن الحقيقة، وبدون يعني الأنا. نبحث اليوم عن الاتحاد ايش راح يقدم. أنا كان ضيفي الكابتن فالح موسى قبل كم حلقة، قلت لما نتطرق للماضي اليوم نتطرق للحاضر والمستقبل، ايش راح تسوون؟ احنا اليوم يعني كاعلام ماكو مشكله مباشره مع اتحاد الكره، لكن احنا حديث عن المنظومه الكرويه والاخطاء والفشل الكبير اللي جاي يصير، مو استاذ؟ بالضبط. هو هذا صحيح. هل هو الاتحاد اعمل ونقيمك، نبرز عملك اليوم كاعلام اليوم اذا تقدم شيء، وانت بالصحافه كذلك اليوم. نعم. لكن من نشوف ماكو عمل، بس اخطاء، وانت تنادي يابا هذا الخطا تجاوزوه، هذا الخطا ماكو تجاوز لهذه الاخطاء وماكو تصحيح. بالضبط. هو الاتحاد وقع حقيقه خلال الانتخابات او قبل الانتخابات وبعد الانتخابات وقع فيه اخطاء كثيره،
يفترض عليه أن يتدارك، أن يفتح على الإعلام بشكل كبير، أن لا يتحدث باللغة الأنا، أن لا يكون هو اللي يحمل السطوة الكبيرة على وسائل الإعلام، أن لا يتحدث بلغة الأنا والتعالي على الآخرين، أن يكون سلس مع الآخر على أعضاء اتحاد كرة القدم. وهذا مطلوب من عتب، لأن منظومة الكروية هذه تهم الناس، تهم شريحة كبيرة من المجتمع، وبالتالي هذه الشريحة تطالب اتحاد كرة القدم لمعرفة الحقائق اللي تدور في أذن. وين الحرية والديمقراطية اللي نعيشها اليوم إحنا؟ لا احنا شوف نرجع السياسه تكميم الافواه استاذ ولا شنو استاذ مناضل. احنا هذه مسحه الحريه والديمقراطيه اللي نعيشها. احنا يفترض ان نوظف صالحنا، نعم، توظف صالحنا. مع الاسف هناك غياب ذريع لمفهوم الحريه، نعم، في الوسط الرياضي للاسف الشديد، يعني في حياتنا الاجتماعيه، في حياتنا الاجتماعيه بشكل عام في كل مفاصل الدوله العراقيه. لابد هذه مساحة الحرية أن نبني بها بلدنا، أكيد، نبني بها أنفسنا، نبني بها الإنسان، لا أن نستغلها بدرجة الانفلات عفوا لهذه المفردة. هناك وضع منفلت حقيقة في المشهد الرياضي العراقي برمته من خلال هذه الحرية التي أنعم الله علينا بها ما بعد 2003، لكن للأسف يعني أسأنا استغلال هذه الحرية. استغلال هذه. خلينا نتناول النقاط الأخرى على وجه السرعة حتى ندخل بالمحاور. رفض استقالة رئيس لجنة الانضباط طه عبد حلاته، السيد طه عبد حلاته. طبعا لجنة الانضباط حقيقة من اللجان الصعبة جدا في اتحاد كرة القدم، أكيد، وشهادة للتاريخ، نعم، الأخ طه عبد حلاته، السيد طه عبد حلاته، يعني نجح بشكل كبير في هذه اللجنة حقيقة في ظل الظروف الصعبة التي كانت تحيط ضغوط كبيرة في لجنة الانضباط، من أصعب اللجان، وتصدى لها الرجل بكل مهنية، ولم يتعامل بردود الأفعال مع الآخرين، نعم، كان يتعامل بكل ثقة وبوعي، نعم، وبهنية عالية، نعم. لذلك دعني أكمل فقط، نعم، على اتحاد كرة القدم، نعم، أن لا يفرط بهذا الرجل في لجنة الانضباط، نعم. هو من حقه عند بعض الموضوعات المهمة يجب أن يجلس مع اتحاد كرة القدم ويضعها على طاولة اتحاد نقاط على الحروف، نقاط على الحروف، لأن الرجل مهني والرجل نجح. وأعتقد التفريط بالسيد طه عبد حلاته راح يخلق مشاكل إذا ما سمع أنه شخصية عسكرية، وهذا خدم الموضوع بداخل شخصية عسكرية يعني، نعم. الاعتذار بكلمة واحدة واضحة الصورة عن المشاركة في بطولة غرب آسيا للأشبال. ليش؟ ما عندك فريق أشبال؟ لا، هو كان يفترض يعني اكو فريق اشبال يفترض كان يشارك، يعني قصدك المشاركه الاخيره في حاليا اعتذروا، اي نعم، للاشبال مو للناشئين، اشتركوا بالناشئين، بلي، اللي اشبال هم صعدوهم ناشئين، نعم، بالضبط، اي تزوير عندك يعني كانوا بالضبط، كان يفترض المشاركه، نعم، بهذا الفريق، نعم، يعني بفريق الاشبال مو مشكله يعني، نعم. تعيين رمضان الزبيدي رئيسا للجنه الاستئناف، رمضان الزبيدي، ما سامع بهذا الاسم، اسم غريب، ان شاء الله راح يظهر بالصوره، راح ما ادري سمحوا له يظهر بوسائل الاعلام نتعرف عليه، راح يصير لو ما راح يخلوه، راح يصنعوا وسائل الاعلام. خلينا ندخل بمحاور البرنامج. اقالات واستقالات المدربين في ظاهره غريبه من نوعها، كان المواسم السابقه سال يبدا الدوري يعني مباراة 3-4 يبدون يساقطون المدربين والجماعه ينتظروهم حتى يتعاقدون، وهذا حقهم مهنيا، الناس تشتغل وكذا، لكن اليوم انت تتعاقد مثل مع مدرب مثل ما انا نوهت بدايه الحلقه، اليوم ثاني يوم كابتن حكيم شاكر يستقيل، هاي مع نادي الطلبه، او راضي شنيشل مباراه واحده في بطوله الأندية العربية الأبطال ويستقيل أو يقال، فهذا موضوع كبير جدا. أتلقى إجابتك بعد أن شاهد هذا التقرير. التي كان من خلال التدخل في لقطة الباب المحاولة، با
بعد أن كان الصقور يتخبط في بداية الدوري بالنتائج تحت قيادة المدرب حسام السيد، كان الجميع غير متفائل بالموسم بشكل عام، لكن جاء هذا الرجل راضي شنيشل ليقلب كل الموازين ويحول البداية الصعبة إلى نجاح بكل المقاييس، بعد أن قاد الفريق لوصافة الترتيب ونهائي الاتحاد الآسيوي. عالية على الطائر وهدف للقوة الجوية، هدف للقوة الجوية، يتقلص الفارق، يتقلص الفارق، زاهر الميداني المدافع السوري، زاهر الميداني. راضي شنيشل قدم استقالته بسبب تدخل بعض مشجعي القوة الجوية المنتمين للرابطة ومحاولة التأثير على القرارات الفنية للمدرب بإشراك لاعبين وإخراج آخرين، وهذا أمر يرفضه أي مدرب كان، فيما ادعت رابطة الصقور إنها تهتم بمصلحة النادي وتحاول السير بهذا الاتجاه. هل تكون مصلحة النادي بتدخل في الأمور الفنية؟ وبعد هذا الجدل الواسع وتفادي للغضب الجماهيري، أقدمت إدارة القوة الجوية على حل الرابطة وتعيين موعد لتشكيل أخرى. المراقبون أكدوا أن تدخل روابط المشجعين في بعض الأندية الجماهيرية وعدم وجود رادع من قبل الإدارات هو لتواجد بعض ملفات الفساد التي يملكها بعض المتنفذين في تلك الروابط على أعضاء الهيئات الإدارية. الصقور أعلن تعيين باسم قاسم لقيادة الفريق للمرحلة المقبلة، لكن السؤال الأهم الآن هو هل سيعاد سيناريو شنيشل أم سيكون للجنرال رأي ولإدارة الصقور رأي آخر؟ الجمهور الذي يتمنى ويمني النفس هكذا في أن تكون نقاط ثلاثة في غاية الأهمية، في أنك أنت فوقت على الزوراء. لبرنامج الأسبوع الرياضي، عبد الله غسان، بغداد. شكرا لزملاء سيف وعبد الله غسان ووديع في القسم الرياضي على هذا التقرير. ملاحظات كبيرة في هذا التقرير، تحدثنا به عن الجوية قبل أن ندخل به موضوع كابتن حكيم شاكر، قلنا وقع للطلبة ثاني يوم الرجل ما اتفقوا وياهم، شنو الاتفاق قبل العقد أو بعده؟ يعني أسرع إقالة أو استقالة أعتقد في تاريخ المدربين بالعالم، مو بالعالم، بالعالم إيه بالعالم يعني. نعم يعني اليوم كابتن حكيم شاكر استلم نادي الطلبة، ثاني يوم قدم استقالته أو ما صايرة، أو ما صايرة أبدا. يبدو اختلف يعني مع إدارة النادي على بعض البنود أو كذا أو العقد، لكن كان يفترض على إدارة الطلبة نعم أن لا تنشر الخبر أو لا تعلن نعم استقدام المدرب حكيم شاكر للفريق الكروي قبل أن يكون الاتفاق رسميا. أكيد، وهذه مهمة جدا حتى لا يقال عنها. هو وقع الرجل، وقعوا ثاني يوم استقال. أي. ما يعني اكو متفقين عليه، يجوز اخله بالتزاماته. يبدو هذا. موضوع الجوية موضوع كبير جدا طبعا. مدير المكتب الإعلامي السابق للقوة الجوية، منين نبدي عن اسباب استقالته قبل راضي شنيشل نتحدث عنها؟ لا ابدا. يعني حق استاذ مناضل، يعني قبل 7 أشهر غادرت فريق نادي القوة الجوية. نعم. كنت مدير نادي الإعلام، وتعرف يعني احنا صحفيين محترفين نعمل في أي نادي. أكيد. وأعتقد الآخرين متابعين عملي وشغلي في نادي القوة الجوية، عملت بإخلاص. خسارة لإدارة القوة الجوية دون مجاملة، شهادتي مجروحة بي. الله يسلمك، الله يخليك، هذه شهادة أعتز بها. وعملنا بإخلاص وبجد نادي القوة الجوية خلال 6 سنوات أو 5 سنوات. وأعتقد منذ تاريخ النادي عام 1931 لحين 2011 لم تكن هناك جريدة متخصصة لنادي القوة الجوية، تمكنت من تأسيس جريدة خاصة لنادي القوة الجوية اسمها الصقور. وصدرت لمدة 2 أو 3 سنوات. عموما أتمنى للنادي كل التوفيق والخير طبعا لهذا النادي العريق والكبير. اليوم أنا في نادي القوة الجوية، بكرة في غير نادي. وهذا عمل احترافي،
لكن هناك يعني حقيقة بعض الألم يعني اعتصر لي خلال مغادرة النادي أو خلال فترة وجودي في النادي، يعني حدث بعض المشكلات لا أريد أتطرق عنها حقيقة، يعني زمن مضى يعني وكانت تجربة أسباب موجبة كانت تجربة مفيدة وقاسية في نفس الوقت من هذه القوة الجوية حقيقة. الأسباب يعني أسباب يعني هي كثيرة، قلت لا أود الخوض فيها يعني حقيقة أنا لا يمكن أن أهمش أبدا لتاريخ الصحفي، وأقولها طبعا الآن وبكل تواضع، أنا أبو فضل عن نادي القوة الجوية، نادي القوة الجوية مو أبو فضل عليه، لأنني حقيقة وأقولها بكل تواضع قد ينتقد الآخرين، أنا حسن صاحب من حتى نادي القوة الجوية، نادي القوة الجوية لم يصنع اسم حسن صاحب. أكيد أنت من جيت للقوة الجوية اسم كبير في عالم الصحافة الرياضية العربية والعربية طبعا. قد الآخرين الآن يعتقدون بأن أتحدث بلغة الأنا، أبدا لا أتحدث بلغة الأنا، أنت إنسان متواضع وأقولها بكل تواضع، لكن هناك الأغلبية في نادي القوة الجوية هو النادي القوة الجوية أبو فضل عليهم، حتى اللاعبين الكبار لولا أكيد لولا نادي القوة الجوية لا ما أعرف راضي شنيشل أو سمير كاظم أو هيثم كاظم أو رزاق فرحان، وأيضا لولا نادي القوة الجوية لما عرفت إدارة نادي القوة الجوية، ولولا المكتب الإعلامي لما عرف الكثير من اللاعبين رغم الأداء الفني اللي قدموه. الحمد لله وشكر، الحمد لله وشكر، عملنا بجد وبإخلاص، وأشكر يعني جميع يعني الجميع في نادي القوة الجوية، وهذا النادي يستحق الكثير، يستحق ملعب كبير يليق به، هذه الجماهير الكبيرة لنادي القوة الجوية تستحق أن يكون ملعب خاص بها، تستحق وطموحها مشروع أن يكون لها مكان جميل وحلو التابع بفريقها. نادي القوة الجوية من الأندية العريقة حقيقة يستحق كل الخير والتقدير، وأنت تستحق كل الإشادة. الله يسلمك. نعم، موضوع راضي شنيشل، يعني راضي مثلا يقول لك تدخلات الرابطه وغيرها من خلال صراحه معايشتك للنادي، يعني انت وتواجدك شنو الامور اللي كانت تدور بالنادي؟ هل هنالك تدخل من الرابطه؟ هل هنالك ضغوط من بعض اللاعبين للاطاحه بالكابتن راضي شنيشل؟ احنا حاولنا طبعا نتداخل معه اليوم هاتفيا او نستضيفه، الرجل يقول لك انا ما اريد اكبر الموضوع يعني ابو محمد. أنا أعرف الأخ راضي شنيشل عندما كان لاعبا، صديق تربط به علاقة طيبة، والأخ راضي شنيشل صادق جدا فيما يقول وملتزم جدا مع كلامه على الفريق، تحصل أن الصحفي رائد محمد أستاذ وملتزم حقيقة، وأثق بالكابتن راضي شنيشل جدا، هو واحد من المدربين مع أيوب أديشو لا يبحث عن المادة أبدا، لكنه يبحث عن تحقيق النتائج وعن احترام الآخر، ويبحث عن كل إنسان العمل الخاص، عن الانضباطية، عن الانضباطية في كل شيء. نعم. فأنا صديق مقرب عليه راضي شنيشل حقيقة، وهو ملتزم سواء كان لعب ومدرب الآن. مدرب. يبحث عن النتائج ويبحث عن لا أن يتدخل أي شخص في عمله. ولا خصوصية أبدا، وهو ليس ماديا حقيقة ولا تهم المادة. لكن أعتقد راضي شنيشل قدم استقالته، أعتقد وجد تدخلات. يعني أنا تصوراتي عن هذا الموضوع، راضي شنيشل لا يمكن أن يعمل في أجواء غير صحية، والأجواء الغير صحية هي تدخل في عمله، وخاصة في موضوع اختيار اللاعبين. أعتقد خاصة في موضوع اختيار اللاعبين، أنا أتمنى لأبو محمد كل التوفيق في مكان آخر. نعم، الرابطة تتوقع كانت تتدخل يعني مثل ما صرح الكابتن، ولا يعني أنا حقيقة قلت لك أستاذ مناظر، راضي شنيشل أثق بكلامه جدا. أثق بكلام راضي شنيشل. واضحة إجابتك. إذا هنالك ضغوط. خلينا نتداخل مع الصحفي المميز والقدير أستاذ رائد محمد. مساء الخير. مساء الخير أستاذ مناظر، تحياتي لك، تحياتي ضيفك الكريم أستاذ حسن، صاحب أستاذي وزميلي وزميل دربي. الله يسلمك. الله يبارك فيك. احنا كنا نتمنى ان تكون حاضر معنا، لكن الظروف العائلية وتمنياتنا بالسلامة لأختنا الحجية أم محمد. الله يحفظك ويخليك وكلكم صحة وعافية إن شاء الله، ويحفظكم العوائلكم.
الله يبارك فيك ساد. ساد مثل ما تحدثنا بالبداية وحضرتك متابع البرنامج أكيد. يعني ظاهرة غريبة هذا الموسم، احنا كل موسم يعني ينطلق الدوري وبعد انطلاق الدوري مباراتين ثلاثة تبدأ الإقالات أو الاستقالات للمدربين، لكن اليوم مدربين يعني يوقع اليوم يستقيل ثاني يوم، أو الحالة الأخرى حالة الكابتن راضي شنيشل واستقالته بعد مباراة واحدة في بطولة الأندية العربية للأبطال وخسارة الجوية. رأيك بهذه الحالة الغريبة اللي نرجو أن ما تتعمم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تحياتي، أنا استمعت إلى حديثكم حديث أستاذ حسن. نعم أستاذ. وتعليقاتك وتعقيباتك حول بعض المواضيع، أعتقد أنه الحالة يعني قد أختلف وياك في هذه التفصيلة. نعم. أستاذ مناظر، أنه الحالة ليست بغريبة، يعني إحنا يمكن نعم. يمكن في المواسم الماضية يمكن مدرب أو مدربين إلى أقصى حد ثلاثة يقوم على رأس أجهزتهم الفنية. أعتقد أنه البدايات ليس بالمدربين، لا راضي شنيشل مثل كابتن راضي يكون مثلا هو صاحب الصوت أو مدربين آخر، وإنما الإدارات اللي تسمح بأن يكون عملها غير احترافي وغير جاد وغير سائر في خط البناء والتطوير. نعم. هي الإدارات اللي تفقد مدربيها قبل أن يبدأ الدوري، لذلك أنا أعتقد الأمر مو غريب بالنسبة لي على أقل تقدير. أنا أعتقد يجب أن يكون هناك إدارة محترفة. نعم. بذلك تولد كل الكيانات المحترفة بالنادي من نعم. المدرب وانتهاء بآخر عنصر في حرس باب النادي. لذلك أنا أعتقد أنه بعض الإدارات تحاول أنه تفضل مصلحتها الشخصية على المصلحة الفنية أو على مصلحة الفريق، وهذا الأمر أعتقد أنه ليس بجديد على الكرة العراقية، وهو واحد من أسباب دمار الكرة العراقية. يعني ما أعتقد يعني نعم. يعني تقبل أي إدارة في العالم أو في الكرة الأرضية حتى بموزمبيق يمكن نعم. أنه ما تقبل أنه يتحكم بيها بعض المشجعين وبعض الناس اللي يحضرون على المدرج ويكونون هم أصحاب الكلمة العليا في مسألة التعاقد. ساد رائد، ساد رائد، هذا الموضوع حصل في ناديين كبيرين يعني الجوية والطلبة، موضوع الكابتن حكيم شاكر وموضوع راضي شنيشل. يعني إذا كبار الأندية ماكو احترافية، وين نلقى الاحترافية؟ لا بالنسبة بالنسبة للطلبة أنا مطلع جيدا على الموضوع، أنه راد لاعب والإدارة يعني مجموعة من يعني عموما الطلبة بشكل يعني لجنة للتعاقدات، يعني ممكن كابتن حيدر عبد الرزاق الدولي السابق هو اختلاف وجهات النظر. بالإضافة إلى ذلك، لكن أقول أنه اختلاف وجهات نظر بين الإدارة والمدرب، لكن أنه نصل إلى مرحلة أنه نغلب مصلحة المشجع أو المنافر للفريق من الناحية الفنية على المدرب، أعتقد أنه هذا أكبر خطأ ترتكب أي إدارة إن كانت محترفة كبيرة أو صغيرة. نعم. أعتقد أنه التعاقد مع اللاعبين يجب أن يمر عبر بوابة المدربين والأجهزة الفنية وليس عبر بوابة الإدارة. أكيد أنت تملك بالمناسبة أستاذ رائد، يعني الجمهور يعرفون أنت تملك شهادات تدريبية. اليوم المدرب هو المسؤول عن النتائج، يعني المدرب هو اللي يتعرض للإقالة وفسخ العقد إذا ما حقق نتائج جيدة، فإحنا كيف نتعاقد له مع لاعبين ونحمل النتائج؟ لا هو شوف، اكو حالة بتحصل بشكل خاطئ في الاندية العراقية. نعم. اولا يتعاقدون مع اللاعبين بعدين يجيبون المدرب، يعني شلون واحد يجيب القاط وبعدين يجيب الشخص اللي يلبس القاط، وهذا غلط. اكيد الامر الصحيح جدا. نعم. أن تجيب جهاز فني متكامل. نعم. وتتعاقد وياه ورصيدك صفر من اللاعبين. نعم. وبعدين تخلي الجهاز الفني يختار لاعبي، لانه عنده فكر. اكو مدربين ما يحبون كثره النجوم بالفريق،
أكو مدربين يحبون كثرة النجوم، أكو مدربين يحبون مثلاً ما يحب إنه يكون لاعب سوبر بمركز، والاحتياط أيضاً ما لاعب سوبر ويخلق له مشاكل، لأنه العملية عملية بناء، وكرة القدم بناء لحد الآن. لحد الآن مع الأسف مع الأسف مع الأسف أقولها ثلاث مرات، نعم، ما حد يعرف إنه كرة القدم أصبحت علم. بعض أكيد. الناس عبالهم كرة القدم بعد لطاوبة، نعم، صدقني ثلاث سنوات، ويسمعوني يمكن زملائي اللي قلت وياي، ثلاث سنوات دراسة لما تجيني تقول لي أنت من دخلت بالسويد ودرست أكاديمية اللي هي بمستوى جامعة كرة قدم، نعم، هل معلوماتك اللي كنت تحملها بالعراق وانت لاعب دوري ممتاز، لاعب منتخب ناشئين، لاعب منتخبات، لاعب بالقوة الجوية، هل معلوماتك سعفتك؟ اقول لك لا، لانه اختلفت المعلومات، اختلفت الاطر، اختلفت التسميات عندي. يعني صدقني كانه اشوف كرة قدم اول مرة، يمكن انا وياي يعني كبار، وياي مهدي عبد الصاحب، وياي علي النعيمي، وياي فارس جهاد، وياي سفيان جهاد، يعني اسماء يعني لذلك يعني بين قوسين تختلف الكرة الحقيقية، تختلف عن كرتنا. معاك استاذ حسن صاحب. مساء الخير استاذ رائد. حبيبي مساء النور استاذ حسن، تحياتي لك. الله يسلمك، الله يخليك. طبعا استاذ رائد انت اشرت الى نقطة مهمة جدا، ان كرة القدم اصبحت علم يدرس في الجامعات، اكيد، وتدير عقول مالية واقتصادية، نعم، وفنية محترفة، نعم، لكن هذا واقع حال الكرة العراقية، نعم، يعني مختلف تماما. نحن مثلا اوصف لك يعني العفو بين هلالين سيري وعلى الله ترعاكي، نعم، وهذا الامر حقيقه هو اللي اودى بحياه الكره العراقيه. مداخلات استاذ رائد جدا قيمه، وحقيقه انا اثني على كل ملاحظاته. استاذ رائد قبل ان نختم معك، قبل ما اختم ابي اعطيك حادثه صارت لي، يمكن علي النعيمي، الاستاذ علي النعيمي هو شاهد كان وياي، نعم، فديوم ما أرد أسمي الأسماء، فديوم هو أستاذ بمادة التكنيك والتكتيك، نعم، هو نائب رئيس نادي هلسنبوري، نعم، فجابنا معايشة ريال نادي، شفنا التدريب مالهم شلون يتدربون، نعم، هنريك لابسون قبل لا يعتزل اللي هو أشهر مهاجم سويدي لعب برشلونة، نعم، أنا عندي فضول صحفي بقيت أسوي وياه لقاء صحفي، نعم، فقلت له مستر عبد السيد قال هنا بكلاسون، قال لي ما عندي صلاحية، لازم تروح للمكتب الإعلامي، المكتب الإعلامي يحدد لك موعد حتى تسوي لقاء، هو نائب رئيس نادي. ساد انت شلون يعني عرفت؟ احنا نريد نسالك بسؤال يعني يخص موضوع الإعلام، منع أعضاء الاتحاد من الحضور للبرامج التلفزيونية، قرار اتحاد الكرة يوم أمس، رأيك بهذا القرار؟ أنت ربطت لنا الموضوع واختصرته. لا هو أعتقد أنه القرار ذي نوع من القسوة على الإعلام الرياضي وعليكم كمقدمي برامج باريسين، نعم، يجب أن يكون هناك معاكم، يعني ذي قسوة أعتقد جدا كبيرة. من المفترض لو كانت هناك رؤية موحدة لعمل اتحاد كرة القدم، ممكن أي عضو يطلع يحكي لك هاي الرؤية، أكيد، يحكي لك ما سيتم وما تم، نعم، أعتقد أنه القرار دي بعض القسوة على أعضاء الاتحاد قبلكم أنتم أصحاب البرامج التلفزيونية الشهيرة اللي نتابعها واللي نحبها واللي نتفاعل وياها، أكيد، وأنتوا ضيوف أعزاء دائما وأساتذتنا، أنت وأستاذ حسن صاحب وكافة الإعلاميين والصحفيين الكبار، أكيد. شكرا لانضمامك الينا في استوديو الاسبوع الرياضي، الصحفي المميز والقدير والجرير استاذ رائد، شكرا لك. شكرا لكم حبيبي، الله يبارك فيك، معلومات قيمه يعني اكيد تحدث بيها. سؤال اخير حتى ننتقل للمحور الاخير على وجه السرعه، برايك هل سينجح الكابتن باسم قاسم من جديد مع الجويه؟ باسم قاسم يعني المدربين تعرف يعني عنده خبرة طويلة في التدريب، وحصل على بطولات محلية كثيرة مع زوراء، مع توك، وعمل مع نادي القوة الجوية، أنا كنت معاه من عمل مع نادي القوة الجوية، كنت عندما كنت مدير مكتب الإعلامي، أخذ بطولتين، النسخة الأولى والثانية من كأس الاتحاد الآسيوي والدوري،
يعرف خفايا الأمور في نادي نعم. في نادي القوة الجوية، لديه تجربة سابقة في هذا النادي، وأعتقد هاي قناعات بعودة نادي القوة الجوية مجددا. نحترم قناعات العفو أكيد نحترم قناعات معهم، وأتمنى دوري كأس الاتحاد الآسيوي ودوري كأس الاتحاد الآسيوي، وأتمنى له التوفيق حقيقة يعني. نعم. لكن هو خرج نعم. خرج غاضبا من نادي القوة الجوية، فكيف عاد وحدثت مشاكل في وقتها، واتهمنا كثيرا يعني بهذا الموضوع يعني. نتمنى لهم التوفيق يعني، اتوقع ان شاء الله يتوفق ان شاء الله ان شاء الله. المدرب عبد الغني شهد محورنا الاخير بدا من جديد يبحث عن لاعبين للمنتخب الاولمبي، عندك لاعبين وتحديت الاعلام يا رجل، قلنا لك يا هذول اللاعبين اعمارهم مو حقيقيه 26 و27 سنه، شنو اللي صار؟ نقدر نشاهد ساد احمد عندك استطلاع ولا شنو تصريح الكابتن عبد الغني شهد؟ نزل هنا اثنينات لنا على وجه السرعه. نعم خلينا نشوف الاستطلاع. أنا أعتقد اليوم إذا يعني أدلى يعني بدلوة وأعطى صوته الكابتن غني شهد، أنا يعني أقول شجاعة المدرب عندما يقدم وهو أمام استحقاق وبطولة، وكل هذا في سبيل حتى يعني يستقطب اللاعبين من هم لهم أهلية. نعم إحنا اليوم المنتخب الوطني في ثلاثة يسمح له من الأعمار الكبيرة والباقي لاعبين أن يكون تحت سن 23. أنا أعتقد المدرب من يقدم على هذه المهمة أن يكون شجاع وفعلا يعني حل المنتخب وطلب من اتحاد كرة القدم إعادة النظر بعض اللاعبين، وأيضا هذا الكلام هم الكابتن قحطان شثير أيضا خطى هذه الخطوة وحل المنتخب واستقطب اللاعبين، وشوفهم اليوم هم في أكثر من محطة جوالين يشاهدون. أنا شاهدت في بطولة بغداد الكابتن قحطان هم أيضا شاف لاعبين واستقطب، فاليوم غني شهد أنا أعتبر هذه الخطوة جريئة وشجاعة. إحنا نعاني من مشكلة كبيرة هو يتداخل المنتخب الوطني مع المنتخب الأولمبي، زين حتى اللاعب دا يروح دا يشتد الذهن التفكير مالته دا يلعب بطولة على مستوى أقل ويلعب على مستوى أعلى، فلهذا السبب أنا وجهة نظر الشخصية أنه يجب الاعتماد من الآن على أعمار صحيحة مع الاهتمام بدور الفئات العمرية، فيجب علينا أن يعني خلنا نعطيهم فد يومين بالأسبوع يروح اللاعبين يتفرغ إلى المنتخب الأولمبي، ونبدأ بالأعمار الصحيحة. يعني أبارك يعني قلت لك كابتن غني شهد معروف له والإخوان المساعدين اللي يشتغلون وياه، يجب أن نعمل بهذا الاتجاه، نعمل بالاتجاه الصحيح، هاي الهيكلية اللاعبين اللي مواليدهم صحيحة نبدأ نشتغل وياهم صحيح، والنتائج أنا قلت لك صدقني النتائج تجي إيجابية وياك عد ما تعمل بهذا الأسلوب، وهاي يعني شلون التنظيم راح النتائج تكون بصالحك إن شاء الله. إذن مثل ما شاهدنا في هذا الاستطلاع سام، هل هي خطوة جريئة أم الموضوع واقع حال؟ خلينا نكون واضحين أمام الجماهير الرياضية. لا أبدا أنا لا أتفق مع يعني الذين يتحدثوا خطوة جريئة، لم تكن خطوة جريئة، هذا واقع حال فرض على عبد الغني شهد، ولا هو لو ما فضيحة وزارة الشباب أو منتخب الشباب هو ذاهب إلا جاكرتا بهاي الأعمار المزورة. ساي مال وزارة الشباب قوية، ايش تقصد تدخلها بالموضوع؟ لا ما مقصود شيء بذهنك، ما مقصود اي نعم اي يعني فلذلك كان ذهب الى جاكرتا وشارك بالمنتخب هذا غرمت اللاعبين المتزورين. عبد الغني حقيقة يعني راح اكون قاسي عليه حقيقة، نعم يعني انطو اكبر من حجمه، نعم وبالتالي وقع في هذه الاخطاء، وهذا التهور مع الإعلام يعني، وكان ما هو رقيب على وسائل الإعلام حقيقة، حال شرار حيدر، حال شرار حيدر نعم. يعني فكان يفترض عليه أن كل خطواته متأنية، ألا يندفع
أن يتعامل مع الآخرين وبالإعلام باحترافية عالية، أن لا يتشنج. طبعا هاي رسالة للأخ عبد الغني شهد، والآن هو ذاهب إلى كردستان. أعتقد كردستان فيها هواية مواهب. ليش ما يذهب للشمال، للجنوب، للفرات الأوسط؟ ما بيها مواهب. لا، المواهب مواهب تكثر الان. هلا اي واحد هسه يعني شاهد برنامج الكشاف عندنا بقناه الطليعه اللي قدمه الزميل امين شراد. نعم. رفعنا شعار كلا للتزوير وكابتن قصي منير وقصي هاشم في احدى المحافظات، اعتقد بالنجف 18 لاعب بالضبط. محافظات تحت يعني 18 كره هلالي. القدم ولاده. نعم، كره القدم، كره القدم العراقيه ولاده. لو اي مدرب الان يعني خلينا نحكي بالعاميه، يسعد سياره ويذهب الى الفرات او الى الجنوب، يشاهد على اليمين وعلى اليسار بالعشرات يلعبون مواهب تلعب كره القدم، ممكن من هذه من هذه الفرق الشعبيه. او من بغداد او من مدينه الصدر او من الحريه ممكن يطلع فريق الذهاب الى كردستان. لا، كردستان يعني مع احترامنا يعني شنو سبب برايه؟ ما يعني راح الى كردستان، اعتقد يعني يزور الاخ عبد الخالق يعني مجامله يضيفه كذا يعني يسلم عليه، وراح يسافر لاوروبا. اوروبا يعني يبحث عن اعمار حقيقيه. ليش الى اوروبا؟ ليش الى اوروبا مثلا؟ مع احترامات اللاعب العراقيين المقيمين هناك المغتربين. انا لست ضد هذا الموضوع، لكن ما عندنا مواهب. لكن العراق مليء بالمواهب الكرويه. مليء بالواهب الكروية، يعني كما قلت مدينة الحرية، الشعلة، البياع، مدينة الصدر مليئة بالمواهب، وممكن أن يختار أفضل اللاعبين لبناء منتخب أولمبي جديد. نقدر نقول زيارة وتسيارة لأوروبا؟ أي ممكن. بالصلاح العامي. طبعا ممكن. ممكن هذا أيضا أستاذ مناضل، أيضا عبد الغني شهد أصبح من المدربين المدللين. نعم. شنو سبب الإصرار على الكابتن عبد الغني شهد؟ يعني هسه مدعو. احنا مو دفاع عن الكابتن علي هادي، وقيل اليوم الكابتن علي هادي ما انقالوا بقيه المدربين. لا، مو اكو يعني هناك بعض هو كان يعرف بالتزوير. خلي اتحدث بصراحه. لا، هناك بعض المدربين لا يمسهم النار، لا تمسهم النار. نعم. من ضمنهم عبد الغني شهد. مبشرين ذولا؟ بالضبط. فلذلك يعني هذه المجاملات على حساب الكرة العراقية أدت إلى هذه الفضائح أمام العالم العربي الكروي. الموضوع خلي نشاهد الاستطلاع عن التزوير أو تصريح الكابتن عبد الغني شهد. إيش عندك قبل أن نختم البرنامج أستاذ أحمد هيئة النيار عن التزوير؟ خلي نشاهد. طبعا هي مسألة جدا إيجابية، يعني بالظروف اللي نمر بها احنا كشعب عراقي وكمجتمع عراقي، انه هاي شغلة التزوير يعني ان شاء الله يعالجوها، بس يراد لها وقت، يعني مو بسرعة تتعالج، يراد لها فترة طويلة الا تبين ثمراتها عليها. يعني شغلة إيجابية إن شاء الله، أدعو من الجميع أنه يتكاتفون بهذا الموضوع، وتوفيق من الله سبحانه وتعالى في هذا الشغلة. خطوة إيجابية نحو تحقيق فشيء إيجابي للكرة العراقية، بغض النظر عن النتائج السلبية اللي صارت مع المنتخب. أهنيهم وحييهم على هذا المستوى اللي ظهروا به رغم النتائج السلبية اللي أنه مثل ما تعرف الأعمار صحيحة وأعمار واقعية أنه ظهرت ولعبت. شوف الفوارق الفنية والبدنية لدى المنتخب الأردني، أعتقد هو حقق نتيجة كبيرة ضد المنتخب العراقي. فوارق بدنية عالية كانت، ومبينة أنه أكو تزوير في هالمكان وأكو خالد تزوير، مبينة أنه أكو فوارق عالية. بس مع ذلك أنه هذا المنتخب منتخب ناس تقدر تعده أنه مستقبلا للأجيال الكرة العراقية، ويصب بمصلحة الكرة العراقية أكيد إن شاء الله.
احنا ما نقول المشاركه سلبيه، مشاركه ايجابيه يعني من خلال النتائج احنا متوقعينها، لان انت فريق تعده ب 12 بالليل والثاني يوم يسافر ورا بعد يوم تبدا البطوله. اعتقد وحتى السيد رئيس الاتحاد من خلال تصريحه قال المشاركه كانت فقط بروتوكوليه، لان احنا زملائنا واصدقائنا وما يصير انه احنا ننسحب من المشاركه من البطوله. فاعتقد يعني قلت لك احنا كمتابعين احنا كنا متوقعين هذه النتائج، يعني فرق عدت لاعبيها وعدت فرقها ودخلت معسكرات تدريبيه مثل ما كان الكابتن علي هادي كان عاد الفريق ومتهيئ لهذه البطوله، ولو كان مشارك فريق الكابتن علي هادي لكانت النتائج مختلفه اكيد. إذن مثل ما شاهدنا هذا الاستطلاع عن منتخب الناشئين، منتخب الكابتن فيصل عزيز، نعم. رأيك بالنتائج؟ نتائج كبيرة صراحة، خسارات 3 مباريات، نتائج كارثية، لكن يعني هي متوقعة. نعم، لأن أولا خلينا ننصف المدرب الأخ فيصل عزيز، جمع الفريق يعني بين ليلة وضحاها، نعم، بأعمار يعني أعمار صحيحة، نعم. وبالتالي كانت نتائج متوقعة، هي هاي الخطوة الإيجابية للقضاء على آفة التشويه. لكن هو المنتخب كان معد لأشبال، يعني لو مشاركين به أشبال كانت أعمارهم عابرة الناشئين. بالضبط بالضبط، يعني احنا عالج الخطأ بالخطأ. ها بالضبط بالضبط، عالج الخطأ بالخطأ. تتوقع يعني موضوع تزوير الأعمار راح يمر مرور الكرام ونرجع له؟ لا، هو أكو فد ضوابط يعني مشددة عليه موضوع التزوير، يفترض تشرك فيه كل الجهات المعنية، وزارة، نعم. أولمبية، لأن أولمبية عندنا ألعاب وأيضا ألعاب أخرى يفترض هم الخاطئ على موضوع التزوير. أيضا حتى وزارة الداخلية أطلقوا عفو للاعبين إنه يطلعون بالضبط. جوازات جديدة بأعمارهم الحقيقية. بالضبط، هذا وزارة الداخلية جهة معنية بهذا الموضوع. نعم. لتدقيق، لأن عتها بيانات وزارة الداخلية، أقصد الجوازات، عتها بيانات تطابق، مو؟ نعم. الاسم على كذا، وهذا ممكن إذا شكلت لجنة بهذا الموضوع لهذا الغرض. منحوهم عفو. منحهم وزير الداخلية عفوا، انه لكن الايديات اكو مشكله بالايديات. يفترض الان نخطو خطوه صحيحه، نحدد هذا الموضوع، هذه جهات مشتركه، نعم. تعمل على القضاء على آلة التسوير من خلال وزاره الشباب، اتحاد كره القدم، اباء، نعم، اباء اللاعبين يفترض، نعم. يزور ابنه، لان احنا هاي آفة التسوير راح تنتقل يعني وتاذي الكره العراقيه مستقبلا. اللاعب يوصل هو يعني عمره 24 سنة، نعم، مو أو 25 سنة أو 26 سنة، نعم. ما يقدر يتواصل مع المنتخب الوطني. أكيد يوصل. وبعدين الآن أنا يعني غريبة، يعني لاعب منتخب وطني يلعب بالأولمبي، لاعب الأولمبي يلعب بالمنتخب الوطني، طيب. هاي التداخلات. هاي التداخلات، هاي كارثة بكرة القدم. هي إحنا صارت ساد منتخب الناشئين يلعب منتخب الناشئين ويلعب بالمنتخب الوطني. إيه بالضبط. وهاي التداخل. شلون رهمت يعني. وبعدين صارت يعني حدث مشاكل بين المدربين، بين الأولمبي مدرب الأولمبي، نعم. والمدرب الوطني. يفترض الآن لاعب المنتخب الوطني لاعب منتخب وطني، ولاعب المنتخب الأولمبي هو لاعب منتخب الأولمبي. وهذا اللي كنا نتحدث عنه كوسائل الإعلام. بالضبط يعني. بالضبط، إلى أن وصلت الفضيحة الآن يفترض. إلا تصير الكارثة. إلا صارت كارثة، يفترض الآن على اتحاد كرة القدم أن يعي حجم المسؤولية بهذا الاتجاه. نعم. لا خاصة وإحنا أمامنا بطولة نهايات أمم آسيا. أمم آسيا. في الإمارات. وجهتك المقبلة كصحفي. أنا أشوفك قريب هالأيام من الزوراء، أكو فشي؟ لا. طبعاً يعني حقيقة يعني لا أريد أن أطرق أو أجامل بهذا الاتجاه، سواء أنا كنت في نادي الزوراء أو لم أكن في نادي الزوراء. حقيقة إدارة نادي الزوراء إدارة مثالية في أجواء غير صحية، تمكنت هاي المثالية حقيقة بالانعكاس على نتائج الفريق. أكيد. رغم ظروفها المادية الصعبة ورغم كذا، تعاملت باحترافية مع الكل وقطعت الطريق. نعم. أمام المتنفذين من الذين حاولوا العبث بمقدرات الزوراء لكن لم يستطيعوا، وبالتالي الإدارة نجحت في ظل إمكانيات بسيطة من خطف الدوري، ويستحقون حقيقة. نعم. وأدوات أيضا، نعم، لا ترتقي إلى أدوات الجوية والشرطة، لكن كانوا اللاعبين عند المسؤولية وأخلصوا وتمكنوا من خطف اللقب أمام إمكانيات الجوية. نعم. وأمام إمكانيات الشرطة يستحقون. أمامك أنت مكسب لي الله.
كل الانديه. الله يسلمك، اشكرك. نتمنى ان نشاهدك مدير اعلام لاحد الانديه وبالخصوص الجماهيريه. الله يسلمك، اشكرك استاذ. الله يبارك فيك، شكرا لك. ممنون منك. الله يبارك، الله يسلمك، شكرا على الضيافه. الله يسلمك استاذ. وشكرا للصحفي المميز والقدير ايضا استاذ رائد محمد اللي داخل معنا اليوم بالبرنامج. اما انتم احبتي المشاهدين فالتقيكم في مواعيد قادمه، دمتم وفي رعايه.